بقول لك ايه يا امه، بقول لك ايه يا حبيبتي، انا من النهارده يا اختي ماليش فيكو. انت يا اختي ماشيه ليه في دول الراجل ده وهو رايح جاي؟ وديك شفتي اهو بعنا يا حبيبتي في اول ناصيه. ابيع مين يا بنت المهبوشه؟ يا باشا انا ماليش في الحاجات دي، انا ما اعرفش عنها حاجه، انا ماجر المحل وبس، برا المحل بسنتي ما اعرفش حاجه. مين اللي قال الكلام ده يا امه؟ مين اللي قال الكلام ده يا ناس؟ مش قافش كده يا بنت. امال ازاي يا اخويا؟ يا بنت انت ده تمويل. بتنوه على مين يا امريكاني؟ بتنوه على الحكومه ولا على نفسك يا اخويا؟ اخرس يا بنت، اتلمي ولمي لساني. انا مش مبعتره يا حبيبي عشان اتلم، وكل واحد بقى يوزن نفسه بدماغه. انت ساكته ليه يا اما؟ ما تتكلمي ما تقولي حاجه. مش حل يا حبيبتي ان ما كناش عارفين لبيتها وعارفين اللي فيها. ما تهدي يا بنت وانت عامله زي المجري كده، كلنا كان لازم نقول ما لناش دعوه بالبضاعه دي، وكل واحد بسكته. يا نهار اسود يا اما، يا نهار اسود يا ناس، دي البضاعه يا اختي اتلقت في بيتك وانت اللي قايله للظابط وبصماله بالعشرة ان العماره دي كلها من فعل تحتيها بتاعتك. بقول لك ايه يا اما، إذا كنت ناوية كده تروحي في كلابوش عشان خاطر الراجل ده، أنا بقى يا حبيبتي ماليش فيه، أنا هلم هالهولتيني وامشي من هنا. هالهولتين إيه؟ ده أنا هربت معاكوا يا أختي من غير ما أخد أي حاجة. يا لهوي، قصدك إيه يا ميرفت؟ عايزة يا بنت تسيبيني في العكة دي وتهبقي؟ معلش يا بطل، هي أصلها بس متعفرطة عشان الخضة، قلبها لسه طري. عموما كل واحد بيعمل باصل. اسم الله على اصلك يا اخويا. بنت انا سكت لك مخصوص كرامه للوليه الطيبه دي، انما بقى بقول لك ايه، ما تجعرش هنا خالص، وطول ما احنا قاعدين في المخروبه دي ولغايه ما نخرج من هنا انا هدخل يا اخويا واخرج بمزاجي على كيفي. يعني ايه الكلام ده يا ميرفت؟ يعني كده يا سالك، واللي مش عاجبه كلامي ما يعملش زيي. لا اله الا الله. يا ميرفت يا بنتي، الفيلا كبيره، روحي وتعالي زي ما انت عاوزه لغايه ما نخرج من الازمه اللي احنا عايشين فيها دي. وده بقى هتعمله ازاي يا معلم؟ بالهداوه، بالكياسه، بالعقل. ماشي يا عم جاديليو، شوف بقى بكياستك دي هتعمل ايه، وانا يا اخويا همشي بكيفي. أنا جاهزة يا أيمن. حاضر يا ماما. أيمن، ممكن أقول لك على حاجة يا أيمن؟ بس ما تتزرزرش عليا. الأعمال بيد الله يا ماما، أنا عايزك ما تقلقيش، إحنا بس نعدي الظروف بتاعت الأيام دي وأنا إن شاء الله هشوف اللي أنت عايزاني أشوفه. أنا مش قصدي أغصب عليك في حاجة والله يا أيمن، بس أصل الواحد فينا بيفضل فاكر إن الشر بعيد عنه لغاية لما يسيب
ما هي دي نعمة ربنا علينا. احنا لو قعدنا نفكر في اللي خايفين منه هنموت من الرعب. لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. وانا عملت ليه؟ بس برضو يا ماما انا قلت لك مش عايزك تقلقي، اطمني. انا عايزك بس تفصليني اليومين دول وانا هعمل كل اللي انت عايزه تعمليه. ماشي يا ست الكل، يلا بقى اتاخرنا. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام يا رباب. اركبي. ليه يا باشا؟ ما احنا هنروح فين؟ وبعدين بقى انت مش عايزه تعرفي الموضوع بتاعك وصل فين؟ ايوه يا باشا. خلاص يا رباب اركبي بقى. ماشي يا باشا. جدع. لا بس ايه؟ في مواعيدك مظبوط. لا يا باشا هي مش فكره مواعيد ولا حاجه يعني، بس انا هموت واعرف الموضوع وصل لحد فين. لا 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 مش عايزك تقلقي خالص، ما دام سبتي لي الموضوع ده انا هتصرف. اللي هو احنا بس رايحين فين يا باشا؟ بس انت ما تقلقيش، قلت لك انا هخلص لك القصه دي. انت كنت عايزه تطمني على الموضوع بتاعك وصل فين، انا بقى هطمنك واريحك. بس لو تريحني وتقولي احنا رايحين فين. بقول لك يا رباب انا ما بحبش الاسئله كتير، لا انا اقول لك عليه اعمليه وبس. ماشي ماشي يا باشا. جدع رباب. يا رباب هو انت وقفت العربية ليه يا باشا؟ عشان خلص الموضوع. موضوع ايه؟ موضوع الواد الحبوب. حبوب مين؟ حبوب بتاعك يا بنت. حبوب مين يا باشا؟ يا رباب الواد المز اللي في الثلاجة. دلكت اوعى كده يا بنت. تعالي ده انا هدلعك. تعالي بس. تدلع مين يا اخويا؟ تدلع مين؟ يا رحمك. يلا بينا يا عمر. معلش يا باشا روح انت وخالد وانا هحصلكوا على البيت. يعني ايه تحصلنا على البيت؟ انت في الظروف دي انت لسه تعبان يا ابني. ما تقلقش عليا يا باشا، روح مشوار بس مع ايمن وهرجع على طول. ما قلقش ازاي؟ انت مش شايف حالتك؟ يا باشا هروح اشرب فنجان قهوه مع ايمن في اي مكان وارجع على البيت. ولو حضرتك قلقان خالد هيستناني.
لو اتأخرت بالك الكلام. مش كده يا خالد؟ خلاص يا بابا انا هستنى. يلا احنا. لا يا باشا، خد معاك خالد وانا هوصل عمر لباب اوضته، ما تقلقش. البركه فيك، تصبح على خير. خلي بالك من نفسك يا ابني. يلا يا خالد. السلام يا خالد. السلام يا حبيبي. السلام. استنى. Oh,